بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيكم شباب؟ نحل النهاردة تمارين على درس النسبة والتناسب. هنكمل حل التمارين يا أولاد من كتاب المعاصر صفحة 106 نسخة 2023. كنا وصلنا للسؤال رقم 21، مثال الكلامية. هنا بيقول لي أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدي النسبة 7 إلى 11 فإنها تصبح 2 على 3. لما تيجي تحل المسألة هتفرض العدد س مثلا، نفرض أن العدد هو س. طيب بعد ما بنفرض العدد يا أولاد بنطبق الكلام اللي هو قاله، أضيف إلى حدي النسبة يعني جمعناها على البسط والمقام فإنها تصبح 2 على 3. لما تيجي تحلها اكتب ورايا، نفرض أن العدد هو س، تعالى بقى نضيفه على حدي النسبة يعني اجمعه للبسط مع البسط ومع المقام. حدي النسبة اللي هو 7 11 هنضيفه هنا البسط ونضيفه للمقام فإنها تصبح 2 على 3. طيب أنا عايز أعرف س بكام؟ يبقى أنا هستخدم خواص التناسب. طبعًا خدنا التناسب يا أولاد معناها تساوي نسبتين أو أكتر، فأنا هعمل مقص التلاتة أضربها في 7 زائد س وأقول له 2 في 11 زائد س، يبقى 3 في 7 ب21 زائد 3 في س ب3 س. يبقى أنا هوزعها نضرب 2 في 11 ب22 و2 في س ب2 س. بعد كده بنعمل إيه؟ بنجيب الحدود المتشابهة مع بعض، يعني 22 هيجي لها 21. 22 ناقص 21، وهنا 3 س هيجي لها 2 س بعكس الإشارة، هتبقى س بتساوي 1، وبالتالي العدد هو 1. كده أنت خلصت مسألتك وجبت العدد بكام؟ 1. فاهمين يا أولاد؟ طيب التمرين اللي بعده على طول رقم 2، أوجد العدد الذي إذا طرح ثلاثة أمثاله من حدي النسبة 49 على 69 فإنها تصبح 2 على 3. السؤال اللي بعده، أوجد العدد الذي إذا طرح ثلاثة أمثاله من حدي النسبة 49 على 69 فإنها تصبح 2 على 3. هنا لما نيجي نحلها يا أولاد هنفرض إن العدد هو س. نفرض هو س. طيب وثلاث أمثاله، كلمة ثلاث أمثاله يعني إيه يا أولاد؟ يعني 3 س. طب هو بيقول لي إذا طرح ثلاثة أمثاله من حدي النسبة، يبقى أنا هطرح من حدي النسبة، أعمل كده حدي النسبة اللي هو 49 على 69، وهنا أطرح 3 س، وهنا أطرح إيه؟ 3 س، أنا طرحت من البسط 3 س والمقام 3 س، فإنها تصبح كام؟ 2 على 3 أو بتساوي 2 على 3. نعمل طرفين في وسطين، يعني عند بعض بتقول حاصل ضرب طرفين بتساوي حاصل ضرب وسطين، يبقى أضرب 3 في 49 ناقص 3 س واللي يساوي 2 في 69 ناقص 3 س. انا كده عملت ايه؟ مقص طرفين في وسطين. اضرب ال 3 في 49 وال 3 في 9 27، 7 معايا 2، 3 في 4 ب 12 و2 14 ناقص 3 في 3 بايه؟ ب 9، و2 في 69 2 في 9 18، 8 معايا 1، 2 في 6 ب 12 1 13، و2 في 3 بايه؟ ب 6. بعد كده بنجيب الحدود المتشابهه مع بعض، يعني 147 و138 في طرف وسالب 9 س وسالب 6 س في طرف. هنعمل ايه يا مستر؟ هنرد سالب 9 س هنا تبقى 9 س ناقص 6 س، وديناها بعكس الاشاره هنا، ونجيب ال 138 مكانها فيبقى 147 ناقص 138. 7 ناقص 8 ما ينفعش نستلف، تبقى 17 ب 3، 17 ناقص 8 بكام؟ ها؟ بايه؟ ب 9، يبقى 9 كمان 17، والباقي 3 ناقص 3 بصفر. 9 س ناقص 6 س ب 3 ايه؟ س. نقدر نجيب مين؟ نجيب قيمة س. هنقسم على ال 3 فتبقى س بتساوي 9 على ال 3 بتساوي 3، يبقى س بتساوي 3، يعني العدد هو 3. طلع العدد يا شباب 3. السؤال اللي بعده رقم 3، أوجد العدد الذي إذا أضيف مربعه إلى كل من حدي النسبة 7 إلى 11 فإنها تصبح 4 على 5. طيب إحنا عايزين نجيب عدد، هنفرض العدد هو س. إذا أضيف مربعه، مربع العدد يا أولاد، العدد لما يبقى س مربعه اسمه س تربيع. أضيف إلى كل من حدي النسبة يعني إحنا زودناه، يعني يا أولاد هنجمعه. حدي النسبة اللي هم 7 على 11 يبقى 7 على 11، ومزودين هنا س تربيع وهنا إيه؟ س تربيع. إنها تصبح كام؟ 4 على 5. بعد كده بنحلها، نعمل طرفين في وسطين، نضرب الخمسة في 7
السنتر بير، والأربعة في الحداشر زائد السنتر بير. هنضرب الخمسة في سبعة يبقى 35، والخمسة في سنتر بير بخمسة سنتر بير، والأربعة أضربها في حداشر ب44، والأربعة في سنتر بير بأربعة سنتر بير. نودد الأربعة سنتر بير بعكس الإشارة تبقى هنا، يعني خمسة سنتر بير يعني السنتر بير تساوي 44 ناقص 35. هنا لما نطرحهم يا أولاد تديك 4 سنتر بير، 44 ناقص 35 استلف 14 ناقص 5 ب 9، يعني 4 سنتر بير ب 9. تمام؟ هو كان عايز في المسألة إيه؟ العدد الذي إذا أضيف، طبعا هو ما حددش، يبقى ممكن يطلع موجب أو إيه؟ أو سالب، فاهمين؟ يبقى العدد اللي عندنا هنا كان فيه 4 يا أولاد أهي، كتبناها بقت 5 سنتر بير ناقص 4 سنتر بير، تطلع معايا س تربيع بتساوي 9. بعد كده س بتساوي موجب او سالب، ناخد الجذر التربيع ل 9 يطلع موجب او سالب 3، يعني العدد هيبقى 3 او سالب 3. العدد هو 3 او ايه؟ سالب 3، ده العدد بتاعنا. كده خلصنا التمرين. المسأله اللي بعدها، اوجد العدد الموجب الذي، هنا حدد لي عدد الموجب اهو، يعني طلع سالب بقى مرفوض. العدد الموجب الذي إذا أضيف مربعه إلى حدي النسبة 5 إلى 11 فإنها تصبح 3 إلى 5. طيب أنا برضو هفرض العدد هو س ومربعه س تربيع، دي تتكتب يا أولاد. هنا بيقول لي إذا أضيف مربعه إلى حدي النسبة 5 إلى 11 فإنها تصبح 3 إلى إيه؟ إلى 5. يبقى هتعمل زي المسألة اللي فاتت، أنت عندك حدي النسبة اللي هما الخمسة وال 11 أو يبقى 5 على 11، هنا هنضيف وهنا هنضيف يا أولاد. هنضيف كام؟ مربع العدد، يعني قول س تربيع هنا وهنا س تربيع. فهنا تصبح 3 على إيه؟ على 5. نضرب بقى الخمسة في البسط، تبقى 5 في 5 زائد س تربيع، وأضرب 3 في المقام 11 زائد إيه؟ س تربيع. هفك يا أولاد، الخمسة تضرب في المقدار تبقى 25 زائد 5 س تربيع بتساوي 3 في 11 ب 33، و 3 في س تربيع ب 3 س تربيع. هنودي 3 س تربيع اللي اطرحها من 5 س تربيع تبقى 2 س تربيع. تمام؟ و 33 انقص منها ال 25، هو ده عكس الاشاره، ودي جبتها هنا عكست، يعني جبت ال 25 شمال وجبت ال 3 س تربيع يمين. ماشي؟ ف 5 س تربيع شلنا منها 3 س تربيع بقت 2 س تربيع. بتساوي 33 ناقص 25 بكام يا مستر؟ ب 8. نقسم على الاثنين نتخلص من المعامل، هتبقى س تربيع ب 4، يعني س هتساوي موجب او سالب جذر مين؟ 4، يعني س هتطلع موجب او سالب ايه يا اولاد؟ موجب او سالب 2. بس خد بالك هو قال لك عدد موجب، يعني السالب مرفوض، يعني السالب 2 مرفوض، وبالتالي العدد هيكون كام يا اولاد؟ العدد هيكون 2. دي طريقه حل المساله. المساله اللي بعدها، أوجد العدد الذي إذا طرح رقم 5، العدد الذي إذا طرح من مقدم النسبة 5 إلى 13 وأضيف إلى تاليها فإنها تصبح 3 إلى 4. يعني أنت هتطرحه من البسط وتضيفه للمقام، هتفرض العدد ده اسمه س. نفرض إن العدد ده هو مين يا مستر؟ هو س. أضيف يعني إيه يا مستر؟ ها؟ يعني هنجمع. هنجمع يعني يا أولاد، وطرح يعني هنطرح. هو بيقول لي اوجد العدد الذي اذا طرح، يبقى انت هتطرحه الاول من البسط. هتفرض العدد هو س، بتقول له 15 هطرح لانها س، لان طرحها من ايه؟ من المقدم، ده مقدم وده تالي. يبقى 15 ناقص س على 13 ناقص س لانها تصبح كام؟ 3 على 4. بعد كده بنعمل ايه؟ طرفين في وسطين، نضرب الاربعه في البسط، يعني نضرب اربعه في 15 ناقص س بتساوي، واضرب الثلاثه في 13 ناقص س، 3 في 13 ناقص س. بعد كده بنفك المقدار، هنفك المقدار، نضرب الأربعة في 15 تبقى 60، والأربعة في س ب 4 س. 3 تضرب في 13 يبقى 39، و3 تضرب في س تبقى 3 س. بعد كده يا أولاد بنودي الصغير للكبير، خد بالك. سالب 3 س أكبر من سالب 4 س، فنودي السالب 4 س من الناحية دي. نتيجة 4 س ناقص 3 س. وعندنا 60 هيجي لها 39 بعكس الإشارة. 60 ناقص 39 دي تبقى 10 ودي 5، 10 ناقص 9 ب1 و5 ناقص 3 ب2. 4 س ناقص 3 س بكام؟ 1 س، يعني س هتساوي كام يا أولاد؟ 21، يعني العدد هيساوي كام؟ 21. 21.
طيب امتى العدد يطلع 21 يا اولاد لو كان طرح من البسط والمقام؟ لكن هنا بيقول لي اضيف الى تليها، يعني المفروض نعمل دي ايه؟ دي جمع، فتتغير المساله تعال نحلها تاني. يبقى هو لو قال لي طرح من المقدم والتالي كان هيطلع 21، لكن المساله اللي معانا بيقول لي ايه يا مستر؟ طرح من المقدم واضيف الى التالي، شايفين الكلام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل النسبه بتاعتي اللي هي 15 على 13. اهي هطرحه من المقدم بتاع النسبه واضيفه الى التالي، فانها تصبح 3 على 4. تتحل بالطريقه دي يا اولاد، ليه؟ لانه قال لي طرحها من المقدم واضيف الى التالي، لكن احنا حلناها ازاي بقى في الطريقه اللي فاتت؟ طرحناها من البسط والمقام. لا ما بتطلعش مظبوطه، ليه؟ خد بالك، قال لك ايه؟ اضيفها، فما تستعجلش في الحل. تمام؟ تعالى نعمل طرفين في وسطين. يبقى 4 في 15 ناقص س تساوي 3 في 13 زائد س. نضرب ال 4 في 15 ب 60 وال 4 في س ب 4 س. 3 في 13 39 و3 في س ب 3 س. السالب 4 س ها هي الصغيره، تروح لل 3 س تتجمع معاها فتبقى 4 س زائد 3 س بتساوي 60 ناقص 39. اقول 60 ناقص 39 ازاي يا مستر؟ 10 ناقص 9 ب 1 و5 ناقص 3 ب 2 و4 و3 7 7 س. نقسم على السبعه فتبقى س 21 على 7 فيها ايه؟ 3. يعني العدد هيكون كام يا مستر؟ العدد هيكون يا حبايبي 3. تمام؟ السؤال اللي بعده رقم 6. عددان صحيحان النسبة بينهما 3 إلى 7. إذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة 1 إلى 3. أوجد العددين، يعني النسبة بتاعتك كانت 3 على 7. واللي إذا طرح من كل منهما 5، إذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة 1 إلى 3. طب العدد الأولاني كان اسمه إيه؟ س. عددان صحيحان النسبة بينهم كام؟ 3 و7. طب العددين مين هما؟ هنفرض الأولاني اسمه 3 س والتاني 7 س. فاهم الكلام؟ عددين كانت النسبة بينهم 3 إلى 7، يبقى الأول اسمه 3 س والتاني إيه؟ 7 س، لأن دي نسبة، فلما تضرب في س ده ثابت خلاص ما يحصلش حاجة. فده العدد الأول 3 س والتاني 7 س. إذا طرح من كل منهما 5، طرحنا من ده 5 وطرحنا ده من 5. كانت النسبة بينهم كام؟ 1 إلى 3. إحنا عايزين نجيب العدد، فنعمل طرفين في وسطين. هنضرب الثلاثة في البسط، نقص كده 3 في 3 س ناقص 5 و1 نضربه في المقام، هيديني المقام زي ما هو. نوزع 3 في 3 ب 9 ماشي، و3 في 5 بإيه؟ ب 15، يعني 9 س ناقص 15 بتساوي 7 س ناقص إيه؟ 5. بعد كده 9 س هيجي لها 7 س بعكس الإشارة، 9 س نودي 7 س دي بعكس الإشارة تبقى سالب 7 س. وهنا السالب 5 هيجي لها سالب 15 تبقى موجب 15 ناقص 5. يبقى 9 س ناقص 7 س بكام؟ 2 س، و15 ناقص 5 بكام؟ ب 10. نقوم قاسمين على 2 فتبقى س بتساوي 10 على 2 بكام؟ ب 5. يعني العدد هيكون كام يا أولاد؟ العدد هو 5. طب هو عايز إيه في المسألة؟ عايز العددين يا مستر. مش أنت فرضت إن العدد الأولاني اسمه 3 س والعدد الثاني 7 س؟ أدى العدد الأول وأدى العدد الثاني. طب ما أنت جبت س ب 5، يبقى ما تيجي تجيب العدد الأول. يبقى العدد الأول 5 في 3 ب 15، والعدد الثاني 5 في 7 بكام؟ ب 35. يبقى أنت هنا جبت قيمة س طلعت بإيه؟ ب 5. يبقى أنت جبت هنا س بكام يا أولاد؟ ب 5. احنا طلعنا السين ب 5، بعد ما جبنا السين ب 5 جبت بقى العدد الاول قلت 3 في 5 ب 15 والعدد الثاني 5 في 7 ب 35. يبقى العددين هيكون 15 و 35، دول العددين المطلوبين. تمام؟ السؤال اللي بعده رقم يا اولاد السؤال رقم 7. عددين صحيحان النسبة بينهما 2 إلى 3. إذا أضيف للعدد الأول 7 وطرح من العدد الثاني 12 صارت النسبة بينهما 5 إلى 3. حبايبي العدد الأولاني هيبقى اسمه 2 س والثاني 3 س، ليه؟ لأن النسبة بينهم 2 إلى 3. بيقول لي إذا أضيف للأول 7، لو أنت زودت على الأول 7 وطرح من الثاني 12 صارت النسبة بينهم 5 إلى 3. بسيطة خلاص أهي. يبقى أنت عندك عددين، العدد الأول اسمه 2 س والثاني 3 س. لو انت جبت قيمة س هتعوض عنها وتقدر انت ايه؟ ها؟ تطلع العدد الأول والعدد الثاني، لأن العدد الأول 2 في س. يبقى أنا هعمل إيه يا مستر؟ هعمل مقص، أضرب الثلاثة في 2 س زائد 7،
اه واضرب الخمسة في تلاتة س ناقص 12، تلاتة في اتنين بستة، وتلاتة في سبعة ب21، يبقى أنا وزعت. بعدين خمسة في تلاتة ب15، وخمسة في اتناشر ب60 أهو. بعد كده الستة س تتطرح من 15 س، هتبقى 15 س ناقص 6 س، وال21 يجي لها سالب 60 بعكس الإشارة تبقى زائد 60، هنجمعهم يبقى 81. و15 ناقص 6 ب9، 9 س ب81 اقسم على 9 تبقى س بتساوي 81 على 9 فايه؟ ف9، يعني س تبقى بكام يا ولاد؟ ب9. طب ما تيجي نجيب العدد الأول، قول 2 في 9 ب18، يبقى العددان هما هتعوض بقى 9 في 2 ب18 و9 في 3 بكام؟ ب27، يبقى العددين هما 18 و27. فهمتوا؟ السؤال اللي بعده رقم 8، عددان حقيقان حقيقيان موجبان النسبة بينهم 4 إلى 7، ومربع أصغرهما يزيد عن 5 أمثال أكبرهما بمقدار 39، أوجد العددين. طيب هو قال لك عددين موجبين النسبة بينهم 4 إلى 7، لو فرضنا إن العدد الأولاني 4 س يبقى العدد الثاني إيه؟ 7 س. بيقول لي مربع الصغير، الصغير اللي هو مين؟ 4 س ده لما نربعه بيزيد يعني ناقص اهو 5 أمثال الأكبر، 5 في الكبير اللي هو 7 س بمقدار يعني يساوي وبعدين 39، يبقى احنا كده ايه ترجمنا المسألة بتاعتنا وحليناها. بعد كده بتفك بقى، مربع الصغير بيزيد عن 5 أمثال الأكبر بمقدار 39، ربع تبقى 16 س تربيع ناقص 35 س بيساوي 39، ودي 39 بعكس الإشارة تبقى 16 س تربيع ناقص 35 ناقص 39 بيساوي 0. بعد كده ممكن إيه؟ إن إحنا نحلل، نفتح قوسين، 16 س تربيع وهنا 35 س وهنا 39، عايزين نشوف الناتج بتاعنا هيطلع بكام. طيب عندك ال 16 مش هينفع إن هي تتقسم على 3، عايزين نحلل يا أولاد المسألة. عندنا هنا ال 16 س تربيع، ممكن نقول 16 س في س، وال 39 هناخد كام في كام؟ هناخد 3 في 13، هناخد كام في كام يا ولاد؟ 13 في ايه؟ في 3. نجرب كده مع بعض، هنا 13 وهنا 3، لو ضربنا الطرفين يبقى 48، ووسطين 13، 48 ناقص 13 ب 35، يبقى الكبير هياخد الشرط اللي في النص. العدد اللي عندك ده ياخد موجب وده ياخد ايه؟ سالب، عشان يبقى سالب 48 زائد 13 بسالب 35. لو مش عارف تعملها اعملها على الآلة الحاسبة، هي برنامج الايكويشن على الآلة الحاسبة اللي هو المود، وبعد نختار 5 دي ايكويشن، وهندخل المعاملات على الآلة الحاسبة، اختار المعادلة اللي هي رقم 3، اختار 3 ماشي، ودخل المعاملات بتاعتك بقى، دخل هنا قول له 16 بتساوي سالب 35 بتساوي سالب 39 بتساوي على الآلة، وبعد ما تدخله ما تقول يساوي كده هيطلع لك الحل مباشرة. اكتب كده تاني معايا، 16 بتساوي سالب 35 بيساوي سالب 39 بيساوي، هيطلع لك الحل مباشرة. الإجابة الأولى إكس بكام؟ ب3، والإكس الثانية بسالب 13 على 16 دي مرفوضة، لأن كان بيقول لي عدد إيه؟ موجب، فتبقى س يا أولاد هتبقى قيمتها بكام؟ ب3. بعد ما جبت س تقدر تجيب العددان، هتعوض مكان الس هنا بكام؟ ب3، 3 في 4 ب12، و3 في 7 بكام؟ ب21، يبقى العددين 12 و21. تطبيقات هندسية، بيقول لي هنا مستطيل النسبة بين بعديه 4 إلى 7 ومحيطه 88 سنتيمتر، أوجد مساحته. طيب هو جاب لك النسبة بين البعدين، يعني النسبة بين مين ومين؟ بين الطول والعرض، 4 إلى 7 أو العرض والطول. ما هو خد بالك الطول بيبقى إيه؟ هو أكبر من العرض، يعني بيقول لك 4 إلى 7 ده العرض وده الطول. فانت البعدين اللي عندك هتفرض ان هم 4 س و7 س، هو بيقول لك محيطه ب 88، خلاص انت عارف ان المحيط بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض كل في 2، يبقى نقول المحيط بيساوي، هنفتح قوس نجمع الطول اللي هو كان 7 س والعرض اللي هو 4 س ونضرب في 2، هو قال لي المحيط بكام؟ ب 88، اقسم على 2 عشان نص المحيط بيساوي الطول زائد العرض، نص 88 44،
يساوي 7 س زائد 4 س اللي هي 11 س. اقسم على 11 تبقى س بكام؟ ب 4. يبقى انت جبت س ب 4، السين قيمتها ب 4. طب انت قايل ان البعد الاول 4 س والثاني 7 س، يبقى نقول له ايه؟ البعدين هما 4 في 4 ب 16 و4 في 7 بكام؟ ب 28. دول البعدين 16 سنتيمتر و28 سنتيمتر. عايز المساحة، هتقول له المساحة بتساوي هنضرب الطول في العرض، تقول 16 في 28 يديني 448 سنتيمتر مربع. دي المساحة لمين؟ للمستطيل. المسألة اللي بعدها رقم 23، بيقول لي مثلث النسبة بين طول قاعدته وارتفاعه كنسبة 3 إلى 2 ومساحته 48 سنتيمتر مربع، أوجد طول قاعدته وارتفاعه. طيب أنت عندك القاعدة هتبقى 3 س والارتفاع 2 س. طب أنت عندك مساحة المثلث بتقول إيه؟ نص طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث بتساوي النص فيه طول القاعدة اللي عندنا اللي هي كانت 3 س، الارتفاع اللي هو 2 س، كل ده 48 يا أولاد. بعد كده بنختصر الاثنين، هتروح مع الاثنين تبقى 3 س س، ده س تربيع ب 48، نقسم على 3 تبقى 16، هتبقى س تربيع بيساوي 48 على 3 فيها 16، يعني س جذر ال 16 بايه؟ ب 4. جبنا س ب 4، يبقى طول القاعده تقول بيساوي 3 في 4 بكام؟ ب 12، والارتفاع 2 في 4 بايه؟ ب 8. خلاص؟ جبنا المطلوبه، جبنا القاعده وجبنا الارتفاع. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل، قامت آلاء بتظليل 5 أسداس مساحة الدايرة، الجزء المظلل ده 5 أسداس المساحة، يبقى الباقي هنا إيه؟ سدس. تمام؟ طيب، وتلتين مساحة المستطيل، الجزء ده بيمثل إيه؟ التلتين المساحة بتاعت مين؟ المثلث، يبقى الجزء الباقي ده بيمثل تلت مين؟ تلت مساحة مين؟ المثلث. عايزين نجيب النسبة بين مساحة الدايرة إلى مساحة المثلث. طيب ما انت الجزء الباقي اللي عندك، الجزء الباقي ده هيمثل ايه؟ سدس مساحة الدايرة، مساحة الدايرة هيكافئ تلت مساحة المثلث. طيب ما انت عايز تجيب النسبة بين مساحة الدايرة إلى مساحة المثلث، طب ما تعملها نسبة قسمهم على بعض، يعني قول له مساحة الدايرة على مساحة المثلث بتساوي الدايرة دي كانت مضروبة في مين؟ في سدس، اكتب سدس هنا أهو مقص يعني، ومساحة المثلث كانت مضروبة في تلت. يطلع ناتج ايه؟ التلاتة تنزل تحت والستة تبقى فوق، مقام المقام بسط، يبقى ستة على التلاتة في الاتنين، يبقى النسبة تطلع اتنين إلى ايه؟ إلى واحد. أسهل طريقة الحل يعني. ماشي؟ فهمتوا؟ يبقى احنا قلنا الجزء المظلل ده، الجزء الأبيض ده يمثل سدس مساحة الدايرة وفي نفس الوقت بيمثل تلت مساحة المثلث، يعني تلت مساحة المثلث تكافئ سدس مساحة الدايرة. قسمنا مساحة الدايرة على مساحة المثلث، طلعت تلت على سدس، يبقى ستة على التلاتة في اتنين إلى واحد. السؤال اللي بعده، قسم مبلغ بين شخصين بنسبة 2 إلى 3، إذا كان نصيب الأول 30 جنيه، أوجد نصيب الآخر. طيب أنت عندك النسبة بينهم 2 إلى 3، هتقول له 2 س، والأول 2 س، والتاني بكام؟ 3 س. طب ما هو بيقول لك الأول ب 30 جنيه، لما يقول لك الأول 2 س والتاني 3 س، طب ما الأول ده اللي هو 2 س ده أخد 30 جنيه، فتبقى س بكام؟ ها؟ قول 2 بكام ب 30؟ ب 15. يبقى السين ب 15، يبقى نصيب الاخر 3 في 15 ب 45، لان الثاني هياخد 3 س، يبقى 3 في 15 ب 5 وايه؟ و40 جنيه. المسألة بعد رقم 26، السؤال اللي بعده رقم 26، يبلغ طول ظل الشجرة 3 أمتار في الوقت الذي يكون فيه طول ظل إسلام 120 سنتيمتر، فإذا كان طول إسلام 180 سنتيمتر فأوجد ارتفاع الشجرة. طبعا يا أولاد أنت بتعمل نسبة بين مين ومين؟ بين الظل والطول الحقيقي، هتعمل مقارنة كده يعني نسبة. الظل للشجرة 3 متر، طب المتر ده لازم يتحول لسنتي، تبقى إيه؟ 300 سنتي. الظل بتاع الشجرة كان 300 سنتي، والطول الحقيقي اللي عندك طبعا انت بتقارن من ظل الشجره وظل مين؟ والظل بتاع مين؟ ظل الشجره وظل الاسلام، وظل الاسلام دي الشجره اهو، ظل الشجره.
والتاني نجيب ظل اسلام. ظل اسلام كان 120 سم، تمام. وبعد كده نجيب طول الشجرة وطول مين؟ اسلام. تاني يبقى احنا هنقارن بين مين ومين؟ بين ظل الشجرة وايه؟ وظل اسلام، وطول الشجرة وطول اسلام. طيب طول اسلام كان 180 سم، عايزين نعرف طول الشجرة، يبقى نعمل مقص بقى. يبقى طول الشجرة هتعمل طرفين في وسطين، يعني تقول 300 في 180 على 120، تقوم شايل صفر مع صفر، تبقى 30 في 18 على 12. 30 في 180 على 12. طبعا يا اولاد ممكن نختصر على 3 في 1 ونحط صفر، 12 على 3 في 4، بقى عندك هنا كام؟ 10 في 18 يعني 1800 على 4، يعني 100 على 4 في 25، نضرب 25 في مين؟ في الرقم اللي عندنا، هو منها الآلة على طول. نقول 25 في 18، أول آلة حاسبة طالعة لك 1800 على الأربعة، هيطلع 450 سنتيمتر، تحولها لمتر، تطلع 4.5 متر. ده طول مين؟ طول الشجرة، عشان الشجرة بيجيب طولها بإيه؟ بالمتر. السؤال اللي بعده، في مجال اهتمام الدولة بالريف المصري، رصدت الدولة مبلغ 1.85% في 10 أس 6 جنيه لإحدى القرى لبناء مدرسة. بناء مدرسة، وحدة صحية، ومركز شباب. فإذا كانت تكلفة المدرسة تلتين تكلفة الوحدة الصحية، وتكاليف الوحدة الصحية 5 أسداس تكاليف مركز الشباب، فما هي التكاليف كل منهما؟ طيب أنت هتعمل هنا إيه؟ نسبة. أنت هتجيب النسبة من مين ومين؟ تكاليف المدرسة، تكتب كده مدرسة. في المسألة دي عشان فيها فكرة من سنة ست. عندك مدرسة هتبنيها، وعندك وحدة صحية، وعندك إيه تاني؟ مركز شباب. قال النسبة بين المدرسة، تكاليف المدرسة لتكاليف الوحدة الصحية 3 إلى 2، تمام؟ الوحدة الصحية مركز الشباب 5 إلى 6. نعمل زي سنة ستة لما كنا بنعمل يا أولاد، بنعمل هنا دايرة كده، ونجيب المضاعف المشترك الأصغر للخمسة والاتنين اللي هو 10. 10 على 2 في 5، 5 في 3 في 15، 10 على 5 في 2، 2 في 6 في 12. ونعمل هنا إيه؟ المجموع، ونكمل مسألتنا. يعني أنت جبت النسبة من 15 إلى 10 إلى 12، تمام؟ هنحلها بقى بإيه؟ بطريقة تالتة إعدادي. أنت قلت دي 15 س، التكلفة بتاعت المدرسة 15 س، والوحدة 10 س، ومركز الشباب 12 س، ونجمعهم كلهم ونساويهم بالتكلفة الكلية، ونقسم التكلفة الكلية على مجموع النسب اللي عندنا. تعالوا كده نكملها، نجيب يا ولاد نجيب من كده مع بعض. يلا حبايبي كملوا معايا، انتوا فهمتوا الطريقه ازاي تعمل النسبه الاول. طيب ده اهم حاجه، انت فاهم ازاي تكون ايه نسبه عندك. بعد كده بتصفيها عادي خالص. يعني هتقول تكلفه انشاء المدرسه تبقى 15 س، وهنا الوحده كانت 10 س، وهنا مركز الشباب 12 س. الثلاثه كان مجموعهم او التكلفه الكليه بتاعتهم كانت 1.85% في 10 اس 6. اجمع بقى 15 و20 25 و12 تبقى 37. 37 س بتساوي 1.85% في 10 أس 6. عشان تجيب قيمة الس هتقسم العدد اللي هو 1.85% في 10 أس 6 على 37، يديك الناتج أهو، اللي هي قيمة الس بخمس 50,000 جنيه، تمام؟ يبقى قيمة الس تساوي كام يا ولاد؟ 50,000 جنيه. قيمة س بكام؟ 50,000 جنيه، ده قيمة إيه؟ س. طيب ما أنت ممكن تجيب بقى تكلفة مين؟ المدرسة، أو الوحدة اللي هي كانت المدرسة، وبعدين تكلفة الوحدة. ما هو المدرسة كانت 3 س، مش المدرسة. المدرسة يا ولاد 15 جزء، كل جزء يبقى ب 50,000 جنيه، أنت فاهمين؟ المدرسة ليها كام جزء؟ 15 جزء. والوحده 10 اجزاء، ومركز الشباب 12 جزء. الجزء الواحد قيمته ب 50,000، يبقى انت تضرب قيمه الجزء الواحد في عدد الاجزاء عشان تجيب تكلفه ايه؟ اول حاجه المدرسه، ها؟ وبعدين تكلفه مين؟ الوحده. وتكلفه ايه؟ مركز الشباب.
هتقوم ضارب ال 50,000 دي ب 15 عشان انت جبت تكلفة المدرسة، ويجيب 50,000 تضربها في 10، ويجيب 50,000 تضربها في 12، تحسب بقى كل دول بالآلة الحاسبة، طلع تكلفة المدرسة، وطلع تكلفة الوحدة، وطلع تكلفة إيه؟ وحدة الشباب، فيطلع التكلفة الأولانية المدرسة 7.5 × 10^5، والوحدة 5 × 10^5، ويطلع معانا مركز الشباب 6 × 10^5. دي طريقة الحل، ولازم تفهم الخطوات كويس. أتمنى تكونوا فهمت يا أولاد، وربنا يوفقكم دايما، وإن شاء الله المرة الجاية هناخد درس جديد، عايزكم تذاكروا تجدعنوا كده، حلو المسائل. الدرس حللناه دلوقتي على ثلاث فيديوهات، عايزك تذاكرهم بالترتيب وتفهم المسائل اللي هي الاختياري، كل المسائل حللناها وشرحناها بالتفصيل، تمام؟ الدرس ده يا ولاد رقم 5 صفحة 101، تمام؟ نستنى في الوحدة درس اللي هو خواص التناسب، برضه في شغل كتير ودرس تقيل عايز مذاكرة تبقى فاهم الدروس اللي قبلها. وعندنا هنا بعديها اللي هو التناسب المتسلسل، ده يكون آخر درس في الوحدة. وبعدين قبل ما الوحدة تخلص طبعا في التناسب المتسلسل ده ايه شامل للدروس اللي فاتت كلها، لكن هنا التغير الطردي والتغير ايه العكسي ده آخر درس معانا، تمام؟ أتمنى تكونوا فهمتوا، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.